السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم راح نسوي تحدي أنا وأخوي، اللي يخلص بسكوت أول واحد للثلاث حبات، اللي يخلص أول واحد هو الفائز. يلا نبدأ. واحد اثنين ثلاثة. يلا الرحمن الرحيم. لا الرحمن الرحيم. وأنا ما أحبه بعض البسكوت، بس أحاول أكله. واحد، يا شكلك والله تسبقني. فستق فستق يا جهوة. مو صخيرة طبعا، بنحط الوسط شباب. كنت ما حبيت وشاي. خلاص بس هل تحبها؟ حبها. الحمد لله يا رب. اخوي انسحب وانا فزت، وفزت الجائزة. انا خلصت هذه والثانية كبيتها وربحت الجائزة، مبروك. طبعا هذه الجائزة 550. طبعا 500 هذه كأنها. طبعا وصلنا نهاية الفلوق. اتمنى عجب كم الفلوق. لا تنسون اللايك والسكليك لاب واليوتيوب والفيسبوك. ومع السلامة.